السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات لاباس عليكم؟ كيف بقيتم؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والسعادة وفي أجمل الأوقات وأطيبها. اليوم جبت لكم واحد الحلوة تقليدية اللي هي ريش بوند بلا بيض، كتجي من أروع ما يكون، هشيشة وكتذوب في الفم بمقادير بسيطة بزاف. بقوا معايا بتشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. كنحتاج واحد 500 غرام ديال الزبده، جوج حكاك ديال الرايبي، جوج دلايب ديال سكر حبيبات، 4 ديال الخمارات حمرين، 4 ديال الدلايف ديال الزيت، من الاحسن اللي كنعبروا به الزيت كنعبروا به السكر، جوج كيلو ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للتزيين، مربى المشمش وجوز الهند او الكوك. بقاو معايا بتشوفوا الطريقه ديال التحضير. كناخد انا ديك 500 غرام ديال الزبده، انا عندي هنا كل وحده فيها 250 غرام، حيت عندي كميه ديال 2 كيلو. صندوق الوصف ان شاء الله غنخلي لكم الكميه ديال الكيلو، المقادير ديال الكميه ديال الكيلو. كناخد انا ديك الزبده، كنزيد عليها جوج دلايف ديال السكر حبيبات، كنحاول نخدمهم مع بعضياتهم حيت فاش كيكون شويه البرد كتكون صعيبه تخدمي الزبده. مع شويه الخاطر اكيد كلشي كيدوز. كنضيف انا الزيت، 4 دلايف ديال الزيت او ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبه اللي ما عرفتش القياس بزلافه. هاد الحلوه هادي قديمه بزاف، من ألد ما يكون، ما كنحتاجوش فيها البيض لان الوصفه التقليديه ديالها والمكونات الاصليه ديالها ما فيهاش البيض. كنخدم انا ديك الزبده حتى كتعطيني واحد شكل بوماد. الزبده والزيت وسنيده، كنضيف هنا واحد 4 الخمارات من وزن 8 غرام، نضيف دابا بعد المرحلة كنضيف رايبي. رايبي كيعطيها واحد النكهة رائعة جدا، كيزيد يفتنا الحلوة ديالنا. الكاس الثاني كما قلت لكم ان شاء الله في صندوق الوصف غنعطيكم المقادير مضبوطه. الكيلو ديال ريش بوند كندخل هذاك رايبي، دوك المكونات ديالي. من بعد انا ما دخلته، كنشد الدقيق الابيض بعد ما نخلته كنقسمه على جوج، صافي كنبقى ندخله في المكونات ديالنا. حيت ضفنا كميه كامله يقدر يجينا الخليط قاصح، لان الطحين الدقيق كما كتعرفوا كاين الدقيق اللي كيشرب السائل وكاين الدقيق اللي كيكون ممتاز كيحافظ على
السوائل، ضفنا الكمية الثانية، غنحاول ندخلها حتى نحصل على واحد العجين طري. كما كتشوفوا معانا العجينة ديالها كتكون طرية، ما قصحاش، غير ما تبقاش تلصق لك في اليد. صافي، هذيك هو القوام اللي كان اللي بغينا ليها. كنوضعها في واحد الزلافه كما كتشوفوا، وكنديروا كويرات، الاحسن يكونوا صغار. اكيد راح ندهن الطبسيل ديالنا اللي يدخل للفران. هي راه كتنفخ بزاف ملي كتدخل الفران، يعني كل ما نقصتو من حجم الكره كل ما كان احسن. عم بقى انا مستمره حتى نكمل التبصيل الاول. من بعد انا ما كملت التبصيل الاول، انت ما كتشوفوا المسافه اللي خليت ما بين وبين، لا قربت اكثر عاد تلصق ليا مع جيش الشكل ديالها زوين. انت ما كتشوفوا بعد ما دخلت الفران، شوفوا الحجم ديالها تضاعف، كنت بياض. اللون الذهبي انتما كتشوفوا ما كتلصق ما والو، صافي غير كيولي اللون ذهبي من تحت. كنهبطوها لتحت كتاخد نفس اللون، كتكون جاهزه وطابت. هيا بعد ما طابت لينا ريش بوند ديالنا، كما كتشوفوا كميه كبيره كتحط هاد الحلوه. بقاو معايا باش ندوزو لمرحله ديال التزيين. بالنسبه لمرحله التزيين كنحتاجو مربى المشمش والكوك او جوز الهند. كنوضعو دوك الحبيبات ودوك الكويرات ديال ريشبون ديالنا، كنحيدو داك الفائض ديال المربى وكنحطوها فوق الكوك. عملية سهلة. كنحاولوا نلصقوهم كندوزوهم في الكوك، دوزوهم مزيان في الكوك ما تبخلوش عليهم، كيجيو كرات كبارين في الحجم. وروعة في اللذة. كل ما درنا الكوك كل ما كان مزيان. نزيد نوريكم حبات اخرين. دائما كنحيدو داك الفائض ديال المربى المشموش. كما قلت عمليه بسيطه. البنات اللي عجبتو الوصفه ديالي كنتمنى يدعمني بلايك واشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وانا دائما كنكون فرحانه باقتراحاتكم ورسائلكم. كنكرر العمليه كنديرو في الكوفيتير او مربى المشمش، من بعد كندوزوها في الكوك. وهكذا كتكون الوصفه ديالنا جاهزه للتقديم. ثم كتشوفوا الحجم رائع. نكمل انا الكميه ونتلقى معكم ان شاء الله باش نوريكم الطبق النهائي.
هو ريشبون ديالنا بعد ما وجد جغزال كيشهي كيدوب في الفم، جافتي بزاف وبنين كما كتشوفوا في الصورة. كنتمنى الوصفة ديالي تروقكم وتعجبكم، خليتكم في أسعد الأوقات وأطيبها.